حياكم الله أخي العزيز وحيا بالجمهور العراقي وجمهور قناتكم. جيد، بالبداية لأسأل حضرتك انطباعك على بطولة خليجي 25 من ناحية التنظيم وأيضا عوامل النجاح مع افتتاحية هذه البطولة في محافظة البصرة بعد غياب أكثر من 30 سنة. خليجي 25 في العراق هي فرحة عراقية وفرحة يمنية مختلطة. نريد أن نقول لكم يا أهلنا في العراق بأنني جئت من صنعاء أحمل إليكم تحيات وتهاني أبناء الشعب اليمني، ورغم كل ما يعانيها اليمن استطعنا أن نصل إليكم ونصل إلى البصرة ونشهد هذا الحدث التاريخي الكبير الذي أفرح الجمهور البصري والجمهور العراقي والجمهور أيضا الخليجي بشكل عام. ونحن من هنا أيضا نوجه تحية إلى الشعب اليمني المظلوم فيها إلى العراق الذي قدم الكثير حقيقة. هذا الشعب المعروف الشعب اليمني البطل الذي أيضا يحقق الإنجازات والانتصارات، فنرحب بكم أيضا نحن في العراق حقيقة معكم قالبا وقلبا مع الشعب اليمني. فأكيد العراق عراقكم إن شاء الله ونحن بخدمتكم في العراق يا أهل اليمن. حالنا أخي الكريم هو حال واحد وشعبنا هو شعب واحد وهمنا هو هم واحد. نعم، بالتأكيد ما شهدته العراق خلال السنوات الماضية كان دافعا كبيرا للجمهور العراقي أن يفرح اليوم ويكون هناك الشغف الكبير الذي رأيناه في الشوارع ورأيناه في المدرجات بهذه البطولة التي تمناها العراقيون كثيرا وفي الأخير تحققت على أرض العراق العظيم. وإن شاء الله نتمنى أن تكون فاتحة خير على العراق وأهل العراق ورياضة العراق في السنوات القادمة. حفل الافتتاح الذي شهدناه رغم كل الأحداث ورغم كل ما سمعناه في وسائل الإعلام عن العراق أنه لن يستطيع التنظيم، أنه ليس جاهز، أنه 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 وأشياء كثيرة، لكن العراق كان قد التحدي واستطاع أن يصل بحفل الافتتاح إلى مرفأ الأمان وأن يكون هذا النجاح المبهر الذي أسعدنا كثيرا في اليمن والذي حقيقة لم نكن نتوقع أن يكون بهذا الحجم من النجاح وبهذا الحجم من الإبهار الذي أسعدنا كثيرا نحن في اليمن تحديدا وكذلك أسعد كل محبي العراق. نحن جئنا في اليمن كما قلت وتجشمنا عناء السفر لساعات ولأيام ولأكثر من مطار حتى نصل إليكم رغم الحصار ورغم العناء الذي نعانيه في اليمن، واستطعنا أن نصل إليكم ونفرح معكم ونساهم في نجاح هذه البطولة التي هي بطولة لليمن، بطولة للعراق، وهي بطولة أيضا للخليج. فأتمنى فعلا وأن تكون فاتحة خير وأقدم الشكر والتحية لكل من ساهم في هذه البطولة ومنذ الوهلة الأولى لاستضافتها وحتى اليوم في إنجاح حفل الافتتاح، وحتى إن حدث بعض النقاط في حفل الافتتاح فهذه تحدث في كل البطولات وتحدث في أماكن كثيرة، ونحن جئنا لإنجاح البطولة ويجب أن نتغاضى ويجب أن نساعد في يعني إنجاح البطولة وليس في تعكير صفوها والتصيد للأخطاء. طيب أستاذ عادل، عندي كثير من الأسئلة وياك ولكن أسألك أنهم بما أنه الجماهير الخليجية من دخلت إلى البصرة انصدمت بصراحة، هم دا يقولون في مواقع التواصل يقول انصدمنا أنه هذه هي البصرة وهذا العراق وهذا الوضع وهذا الأمن والأمان والكرم والضيافة، لماذا كانت هذه القنوات تنقل الصورة الدموية عن العراق؟ لماذا هذا الإعلام المعادي لا يزال ولحد الآن ينقل الصورة عن العراق صورة دموية كما ينقل عن الشعب اليمني المظلوم؟ أخي الكريم أنت تعلم أن الإعلام هي سلاح بيد كثير من القوى وكثير من الذين لهم أجندات ولهم رسائل ولهم أيضا مصالح
فبالتالي هناك الكثير من وسائل الإعلام من توجهها الكثير من القوى لمصلحتها. مثل ما قلت لك، أنا واحد من الإعلاميين الذي كنت أسمع عن العراق الكثير من الأشياء، واستغربت كثيرا عندما وصلت إلى العراق حال الأمن والأمان، وأكثر ما أفرحني هو الفرحة التي وجدتها في عيون الناس، الذي كنت أتوقع أن أجدهم مطحونين، أتوقع أن أجدهم بشكل يعني فيها الكثير 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 من الألم. الحمد لله هم بخير، والعراق بخير بأهلها، والعراق العظيم سيعود إلى سابق مجده وعهده إن شاء الله، وأهل العراق قادرين على تجاوز كل المحن إن شاء الله. طيب أستاذ عادل، خلينا نتحدث شوية عن المنتخب اليمني. يعني البعض يقول بأنه ما عاد يعني بأيضا الصورة الحقيقية المنتخب فضل. اليمني أنه الأداء كان يعني ما كان الأداء اللي كان يقدمه المنتخب اليمني في السابق. برأيك هل المشكلة بالأداء الفني للمنتخب اليمني أم ماذا؟ هي فرصة أن نتحدث عن المنتخب اليمني وفترة إعداد المنتخب اليمني. أخي الكريم، أنت تعلم ما يعانيها اليمن منذ سنوات، وما تعرضت له ملاعب اليمن من قصف وتدمير بالطائرات والصواريخ، والتي يعني أتت على كثير من ملاعب اليمن الدولية التي تتسع لأكثر من 40,000 متفرج، وبالتالي توقف الدوري لسنوات، وهو الأساس دوري كرة القدم. لو كان موجود كان هناك الكثير من المواهب الجديدة والقوية التي تستطيع أن تكون داخل المنتخب اليمني وداخل صفوف المنتخب اليمني. للأسف هذه الأحداث والأحداث التي تشهدها اليمن ساهمت كثيرا أيضا بالوضع الذي هو عليه المنتخب اليمني في هذه الفترة. ومع ذلك كان منتخب اليمن الذي تم إعداده خلال شهرين تقريبا، وتم تجميع أكثر من 50 لاعب واختيار منهم المنتخب الحالي، فقط 3 لاعبين فقط منهم من هو اليوم موجودين في المنتخب الأول هم كانوا أعضاء في المنتخب الأول. بقية أفراد المنتخب هم لاعبين في منتخبي الشباب والمنتخب الأولمبي، وربما تكون هذه أولى مبارياتهم الدولية مع منتخب اليمن الأول في بطولات كأس الخليج، التي هي مباريات خاصة وظروفها خاصة. وبالتأكيد الحمد لله يعني في مواهب ظهرت في المباراة، أدائهم مشرف، الكثير من الفرص ضاعت على منتخبنا، ولولا الحظ كان النتيجة اختلفت. نحن كسبنا منتخب إن شاء الله للمستقبل سيتم إعداده بشكل صحيح، وإن شاء الله تتوفر له الإمكانات المناسبة. طيب بسؤال أخير، يعني أسأل عن مباراة يوم غد أمام منتخب عمان. يعني هل المنتخب اليمني قادر على العودة إلى المواجهة، أو على الأقل بنتيجة طيبة، بما أنه المباراة الأولى خسر أيضا بهدفين، وبالتالي ينتظر فوز يعني لا محال له يوم غد؟ هل أكو هناك فرصة للمنتخب أولاً اليمني؟ أولاً أخي الكريم، نعم، أولاً أخي الكريم، منتخب اليمن يدخل هذه المباراة لمواجهة أحد المرشحين الكبار للفوز بالبطولة. منتخب عمان كما يعرف الجميع بأنه منتخب مستقر فنياً منذ تقريباً في الفترة الأخيرة، خلال السنتين الأخيرة مستقر فنياً، وأيضاً متوفر للإمكانات المناسبة، متوفر للبيئة للتدريب، متوفر للمدرب المناسب، متوفر للكثير من الضروريات التي يجب أن تتوفر لأي منتخب. وبالتأكيد المنتخب العماني هو الأجهز فنيا للمباراة على الورق، لكن المنتخب اليمني الذي سيحاول أن يعوض ما في المباراة القادمة، سيعوض ما فقده في المباراة الماضية مع السعودية، ولن يكون لقمة سائغة. إن شاء الله سيكون أبناء اليمن في الموعد، وسيقدموا كرة قدم ترضي جماهيرنا الرياضية في اليمن، وإن شاء الله نفرح في اليمن، نفرح في صنعاء وفي عدن وفي حضرموت وفي تعز وفي الجوف وفي صعدة وفي مأرب وفي كل محافظات اليمن. إن شاء الله هؤلاء اللاعبين سيعطون الفرحة وسيقدموا الفرحة للشعب اليمني الذي يعاني من الألم ويعاني من الحصار ويعاني من الكثير. قلوبنا مع الشعب اليمني. بس عندي سؤال مهم جدا وسؤال أخير أستاذ عادل، بما أن حضرتك رئيس تحرير شبكة أنا يمني،
كثر الحديث عن تفضل. كثر الحديث عن الإمكانيات في التجهيزات للاعبين في المنتخب اليمني، وهذه كثرت في الآونة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانيات اللاعبين، وأيضا الذي ينقص العديد من التجهيزات. ما صحة هذه الأخبار؟ يا أخي الكريم، هناك الكثير من اللغط، هناك الكثير من طبعا إمكانات المنتخب اليمني، إمكاناته أو أدواته كما أعرفها وكما أراها أمامي. أنا طبعا موجود مع المنتخب اليمني في فندق الإقامة، وأشاهد ما أمامي من الإمكانات. لديهم كل الضروريات، لديهم كل ما يحتاجونه. ربما عندما شاهد البعض لقطة تبادل كسارة الساق للاعب، كما فهمته من اللاعب نفسه ومن أيضا من الجهاز الفني، بأنه اللاعب عند دخوله للملعب كان لديه كسارة ساق صغيرة، ونظرا لما شاهده من خشونة من اللاعبين السعوديين، حاول ان يوفر في قدمه يعني ساق او واقي ساق اطول ليستطيع انه يقدم شيء دون خوف على رجله. فهذا يعني ما تم، انه عندما خرج قال له اعطيني يعني الشعب واقي الساق بتاعك، وتبادل وخرج الواقي الساق اللي كانت في رجله واعطاه، واخذ الواقي اللي بيده. اتحدثت حضرتك يعني طبيعيه، احنا شاهدنا امس جيد. نادي النصر السعودي يتبادل واقي الساق نادي النصر الذي وقع مع رونالدو باكثر من 200 مليون دولار، يتبادل احد لاعبيه واقي الساق مع لاعب اخر في مباراه داخل الدوري السعودي. يعني بسبب خشونه اللعب امام المنتخب السعودي، يعني انتم شاردين من الطيارات الدور الان بالملعب ايضا اكو خشونه باللعب؟